افتتح محمد رمضان ده، هو بيفتتح هيغني. وبالمناسبه دي بقى محمد رمضان هو اللي عامل حفل الافتتاح. انا عايز اسال الاخ هاني شاكر، يا اخي انت بتمنع الواد اسمه ايه، الواد اسمه ايه المغني ده بتاع المهرجانات ده، الواد حمو بيكا، منع حمو بيكا وقاطع عيشه عشان مش مغني. طب هو محمد رمضان مغني؟ والواد قطعت عيشه ويروح يعمل حفله في الاردن، فتمنعوه وتكلموا الاردنيين ما يخلوش يعمل حفله. في نفس الوقت اقرا خبر النهارده ان محمد رمضان هو اللي عامل اغنيه افتتاح المهرجان ده بتاع الافضل ده. السؤال بقى، طب هو هاني شاكر محمد رمضان ده مطرب؟ حاجه غريبه جدا. هل مثلا بيغني اغاني راقيه؟ بيغني الاطلال مثلا لام كلثوم؟ لا هو مطرب ولا بيغني اغاني راقيه ولا غيره، ما يفرقش حاجه عن حمو بيكا. بالعكس حمو بيكا شعبيته في الطرب او في الغنى يعني افضل من محمد رمضان. ليه تقطعوا عيش الواد؟ حاجه غريبه جدا.